أيها الأحباب، أعتذر عن الانقطاع. أعتذر عن الانقطاع، وننتظر الدكتور محمد الثويني يرجع مرة أخرى. ما أعرف إيش اللي حصل، فجأة انقطع البث كله وانفصل البرنامج كله. قد يكون هناك خلل في الانترنت في أو لأنه كمل ساعة، ما كملنا ساعة بالضبط، يمكن صار ساعة إلا شوي. يفترض المرة القادمة ما نطيل في اللقاء، بس إن شاء الله ما يكون دكتور محمد. أنا آسف على الخلل الفني. فجأة يظهر الأخوة في التعليقات يقولون إذا كمل ساعة يفصل بروحه، بس إحنا ما كملنا ساعة 100%، إحنا تقريبا بدينا 10 صح؟ لا بس أنت بس أنت طالع قبلي. إيه صحيح. يمكن مجموع الهواء. مجموع الهواء، بس ممكن لأن أنا فصلت بعدين مرة ثانية رجعت. والله. 9:05. بس إن شاء الله يكون ما ضاع علينا البث. إن شاء الله نحاول نشوف طريقة إن ما يكون البث ضاع علينا إن شاء الله. تفضل دكتور. الثالثة انتهينا منها الاستماع. الرابعة الثقة. الثقة. وبناء الثقة جسر عميق في تأصيل العلاقات، سواء أسرية، صحبية، وظيفية، زواجية، مشاريع، أي علاقة بين شخصين أو مشروعين، إذا في جسر الثقة أبشر بالنجاح بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره. وهل هناك أجمل من الأسرة اللي أعيت الشيطان إلا يهدمها؟ نعم أنت يقول حق سرايا اللي هي يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. الشيطان غرامة شيخ نبيل، يفرق بين الناس. يفرق بين الزوج وزوجته. نعم. غرامة. يدمر الأسرة. إذا تدمرت الأسرة ضاع الدين. خلاص. نعم. إذا تدمرت الأسرة ضاع الدين. فبالتالي حتى لا يروح وقت الناس اللي معانا، ربي يحفظك، إذا نبني جسور الثقة. يعني إيش؟ يعني رقم واحد نصدق بعض. طيب دكتور ثويني ولدي يكذب، خله يكذب، صد مرة، خله يقعد بينه وبين نفسه، يقول له تعال. ثاني يوم يقول له ولدي ترى أعرف أنك أمس أنت ما قلت، ما أقول يا كذاب، لا أتهم ذاته، الذات مكرمة شيخ نبيل، الذات مكرمة، لكن السلوك متهم، السلوك اتهمه، لكن الذات مكرمة. مثل ما قلت في البداية، هذا باكر يؤمن ويصلح إيمانه، باكر يصير أحسن منه يصير أحسن منه. وكثير نحن شهدنا توبة ناس تبارك الله، ربي حفظهم الآمن، الدعاة المغيرين المؤثرين أكثر مني ومنك، الله سبحانه وتعالى هداهم للخير الهادي سبحانه. ولهذا نقول نصدق، رقم واحد صدق عيالك، لا تكذبهم وإن كذبوا. إحنا الحين الله سبحانه وتعالى ما يشوفنا إحنا نكذب شيخ نبيل، ما يشوفنا احنا نشرب واحنا نزني واحنا نغلط واحنا نغش واحنا الرابي، هذا احنا كبشر، كل هذا والله يرانا ويدري ويشاهد، واحنا نكذب نقول ما سوينا ولا عملنا، الله يدري، ونقول يا رب اغفر لي اغفر. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يحبنا، خلقنا للجنة، خلقنا حتى يكرمنا، حتى يعطينا، حتى يدخلنا ويباهي فينا ملائكته، لكن احنا اللي بخله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أن تتقحمونها، تدشوا النار غصب، وأنا أخذ بحجزكم، أنا أمنعكم وأنت تدشوا غصب، مثل الفراش لما شبهنا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا نبني جسر الثقة أولا بالصدق. اسمعوا عيالي، خل أقول في وقت أقول قصة. قول دكتور. قول. يعني واحد من قول دكتوري. خير. بس أخاف نطول على الناس. لا لا إن شاء الله هذه بعدها، والخاتمة راح تكون لك إن شاء الله. تبشر. واحد من الشباب ربي يحفظه يبارك فيه، طيب وذو خلق من عائلة، لكنه رسب في الجامعة. تدري احنا درسنا، انا الحمد لله تقاعدت 30 سنة وتقاعدت من الكلية، لكن فالطالب يقول لي دكتور شو اسوي، انا صار لي سنتين مفصول، هذا صار لي مع بنت ومع ولد نفس الحالة. قلت له طيب سنتين مفصول، امك ابوك ما درى؟ قال لا كل يوم اروح الجامعة. كل يوم اروح، هم على بالهم انا ماشي وهو مفصول. طيب وش الشهادات؟ قال والله سامحني دكتور أزور، أقول أعدل وأعطيهم. قال الحين أنا خلاص سنتين ومضايق وزعلان على نفسي، أمي وأبوي أغلى الناس، شنو أسوي؟ أخاف أقول لهم، أضيق خلقهم، يصير فيهم شيء، سكتة قلبية، يطق.
قلت له اسمع يا ولدي، انا اب وافهم، ليس لك الا فعل واحد، روح قل لهم يا الغالي يا الغالي ترى وضعي واحد اثنين ثلاثة أربعة. قال مو صدقك سنتين الحين. قلت له اسمعني، هذول ابو وام ما في احد يفكر فيك كثرهم، اصدق اصدق مع الله، مع نفسك مع الله سبحانه وتعالى، ثم مع والديك، صدقني راح يلمونك ويعالجون. قال لك من صدقك اول يوم ما قدر، ثاني يوم على الاختصار راح لهم بلغهم بالقصه، سبحان الله كلمني وهو يضحك ومستانس ومستبشر يقول والله ما طولت يا دكتور، اول ما قلت ليش ما قلت لنا من اول، ليش معذب نفسك وليش كذا، ولموا على صدرهم وقعدوا يعالجوا مشكلته. هذول الابهات الامهات، من تلقى مثل امك وابوك؟ ما في ارحم عليك من امك، ما في، الله يرحمه، ما في احسن منهم. وهذا مو انا، مو بس امي وامك، ابوي وابوك كلهم. ولهذا عيالي اذا كانت العلاقه مبنيه على الصدق، لكن عاد مو بصدمه، اسمع يا الوالد بقول لك خبر ترى انا، لا مو كذي، مقدمات، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا منهجيه، نهيئ ونمهد ونقول السالفه شوي شوي بالفاظ هينه حتى لا نصدمهم. اذا الصدق المتبادل هذا اول شيء في الثقه. ثاني شيء تحميل المسؤوليات. يلا عيالي انتم اليوم عليكم الغداء، انتم اليوم عليكم العشاء، انتم عليكم تحضير السفره، انتم عليكم اللعبه، انتم اليوم انتم الحكام واحنا اللاعبين، ام عبد الله فريق وابو عبد الله فريق يلعبون ضد بعض والحكم بنيتهم. خلونا نعطيهم مسؤوليات. والامر الثالث على الاختصار، كل واحد يشيل مسؤوليته الشخصيه، هو يمد فراشه، هو يغسل ملابسه باشرافكم، هو يكوي باشرافكم. انا اذكر يمكن كان عمري 6 سنين 7 سنين اكوي ملابسي، بس عاد حركت نفسي، حركت صدري وحركت ايدي وكنت صغير. حتى بس يدرون بالي من بعض الامهات، الغسالات سهله، يدرون بالي يقط الملابس وبس دقمه واحده وكل شيء يصير، ما في الشاهد الحين. الشاهد حتى لا يصير في مشاكل تحت اشراف الوالدين، كل واحد يقوم هني شنو يحس الولد؟ ابوي يصدقني، ابوي يحملني مسؤوليه، ابوي يخليني اسوي اشياء الخاصه وانا اتحمل مسؤوليتها. بعد خلاص بعد اكو عز اكثر من كذي، امير داخل بيت اهله. والامر الخامس الافتخار يا شيخ نبيل. احنا فنانين في اصطياد النقطه السوداء في الصفحه البيضاء. من تقول اذكر بالدورات قبل اقول لهم طالعوا السقف شو تشوفون وانا حاط المؤشر؟ يقول في دقمه حمراء دقمه سوداء. قلت احنا الله يغفر لكم يا ام عبد الله يا ام خالد، ايش الطوفه البيضاء ايش عرضها وايش طولها؟ ما شفتوا الا الدقمه السوداء؟ فالامهات لما حات يشوفون ال 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 النقطة السوداء على ثيابك، خليني اقول لك على هذه بعد سالفة، ترى انا ما تخلص مني واذيك ولا اعوزك سالفة. لا حلوة والله، حلوة سوالف، الناس حتى يطالبون ان تكمل والله دكتور. امي الله يرحمها، انا رفيجتي امي، امي ولدتني عمرها 14 سنة 15 سنة. فبالتالي انا ربيت قريب منها، ابوي وامي هم قراب، الوالد كان يعني شوية علاقته ثقيلة معنا، هو رب يعني هو كبير العائلة، لكن الوالدة هي القريبة. المهم انها هي تعرفني زين، لبسي، اكلي، شربي، مشاكلي، علاقاتي الشخصية، انحرافاتي، التزام، كل شيء، كل شيء اقول لها، كل شيء معاها مفتوح، كل شيء على التغليب وليس على الاجمال. المهم لما يعني الوالده مرضت هي صغيره في سن 43 سنه. المهم دخلت المستشفى ودخلت في مرض، كان يعني الدكتور قال هذه عمرها 3 إلى 5 سنوات لازم تموت، يعني والامر عند الله. المهم في اخر اسبوع 3 ايام وهي خلاص انشلت، فقدت جزء من البصر، ما تتحرك، وانا واقف جنبها وعلمتها خالتي الله يرحمها قولي يا الله يا كريم، ويا يا الله يا كريم، انا تعلمت منها. وين الشاهد؟ اقول لك دكتور محمد التفت علي وترفع ايدها عند اذا واحد يتحرك. تفضل العفو. هي دام فضلك جزء مشلول جزء، فترفع ايدها من الطرف اليسار لان اليمين كان مشلول وانا على يمينها، ترفع ايدها ترفع ايدها ترفع جايه علي، وانا اقول ايش بتطقني تضربني على وجهي لان قربت على وجهي، يا وانا واقف قربت منها شوي، فاذا بها مسكت شيء لا اله الا الله، شني اشوفها قدامي يا شيخ نبيل. الكلام هذا من سنه 2000 20 سنه. تدري ايش سوى شيخ نبيل؟ ما تصدق، امي وهي ما تشوف زي وهي مشلوله وهي مريضه وهي مرض موتها، شافت على بترتي نمله. امسكتها، خافت علي من نمله. الله. امسكتها وقطتها وحطت ايدها وكانت تقول يا الله يا كريم. فالامهات لماحات. سمعيني يا ام عبد الله. سمعيني يا ام خالد. انت مثل امي انا ادري. لما حات مثل امي كانت تشوف فيني كل شيء، ولا هذا كانت تقول الحمامه علمتني لان ما ينكشف ما ينخش عندها سر. وعندي ذكرني اقول لك، اقول لك على هذه بس قاعده شو اسمها. المهم اذا شفتوا السلبيات خزنوها،
ودوروا على إيجابية ورزوها. هذا الافتخار، إني أدور على أحسن ما في ولدي وأرزه، وأحسن ما في بنيتي وأرزها، وتالي لا استحلينا القعدة، تعالي بنيتي إيش رأيك نعدل الشغلة، وأختار فعل واحد يتغير الحين. هو عندها 99 سلبية، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، أختار سلبية واحدة وعالجها، وأختار إيجابية وأرزها، راح يحبونكم عيالكم أكثر. هذا اسمه الحب المكتسب، يعايشونكم أكثر، يصارحونكم، يا الله يعينكم الليل على المصارحات عيالي. اليوم لا تنامون كل واحد صارح أبهات، لما يقول بس يبا ما نبيكم تصارحون، روحوا عالجوا مشاكلكم بروحكم. إذا الافتخار هو هو الحس المعنوي، هو الركن المعنوي الخامس في اللمسة الحانية. إذا فهمنا عيالنا وفهمونا، حبيناهم وحبونا، وسمعوا لنا وسمعنا لهم، وثقوا فينا وثقنا فيهم، وافتخرنا فيهم وافتخروا فينا، صار الركن المعنوي الآن برج من الحب والسعادة، مع شوية منقصات بسيطة مثل اللمن يمسحها المسامحة والتغافل فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره. دكتور أنا سعيد جدا ترى كنت بهذا اللقاء، وخاصة الجزء الأخير كان يعني محاضرة كاملة صراحة. المادي والركن المعنوي في البيت، هذه يا ليتك إذا كان في إشارة في أنك مسويها بدورة ولا محاضرة تقول لنا وين يرجعون لها الناس الآن المتابعين. الخمس نقاط اللي ذكرتها ترى جدا جدا مهمة للبيت. اللمسة الحانية هي موجودة في كتبي، موجودة بس مو بهالشرح. لما واحد يقعد وياك يسولف معك أبو علي غير، ويا الناس وحماس مختلف. أنا سعيد لكن جداً. أنا عندي برنامج إن شاء الله سيبدأ في قمة الحماس الناس في البرامج، الأفضل أنك توقف لما يكون الناس جدا تبيك الحين تكمل، هني وقف لان الوقت عشان يونيك المره الجايه، عشان المره الجايه وبعدين تجاوزنا، عشان الناس ما يصير عندها نوع طبعا منك ما في انا عندي انا قد يكون الملل. لا لا بس انت سالتني شنو عندك. انا عندي برنامج اسمه اسرتي، باكر اخر حلقه ينتهي عندي على الانستغرام والتويتر، وسابدا بعده مباشره برنامج اسمه شهر الخير، عبارة عن 17 حلقة في شهر رمضان المبارك، كل يوم سبت وأحد وثلاثاء وخميس 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، توقيت الكويت، لمدة 45 دقيقة. دكتور ولا شلون؟ على اللايف. أنا ما تعرفني ما أحب التسجيل من ذيك الأيام. أنا على الهواء. إيه لا لا أسهل، اللايف أسهل وشيء عفوي يطلع، وبالعكس مع الناس تعيش مع الناس. إيه. وكلها مفاهيم. كل سبت وأحد. سبت وأحد. أحد ثلاثة وخميس. ثلاثة وخميس ممتاز، سبت واحد وثلاثة وخميس، أربعة أيام في الأسبوع. نعم ممتاز. يوم السبت السبت يكون لقاء مفتوح حق الناس من بدايته، أسئلتهم واستفساراتهم، أما الأيام الباقي فيها مفاهيم كلها حول هذه الأركان، الركن المعنوي والمادي، شلون نعمقه خلال شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويتوب علينا ويسر لنا أمرنا ويشافي مرضانا ويعافينا ويرفع عنا ما قدر علينا بفضله وكرمه ومنه، وأن نكون من يستفيد من هذه النعم ومن هذه الأحوال الطيبة اللي خلتنا نرجع للناس ورجعتنا حنا لبعض بعد الانقطاع الطويل. نعم نعم نعم. دكتور لازلت بالشهداء ولا تغير المكان؟ أنا أبث الحين من الشهداء ببيته، وين أروح؟ ما شاء الله. يجعلنا من الشهداء إن شاء الله بعد الأزمة إن شاء الله يزورك. وأنا أتشرف فيك دكتور، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. يبارك في عمرك. الله يعزك دكتور وبارك الله فيك. أحبابنا إن شاء الله كل فترة نواعدكم بضيف جميل مثل الدكتور محمد الدويني، وفائدة إن شاء الله. الله يعزك دكتور، إن شاء الله فائدة نلتقيها وياكم، وبحاول أحفظ البث السابق والبث الحالي إذا صار البث السابق ما أعرف شلون، لكن إذا نزل البث راح ينزل إن شاء الله في قناتنا في اليوتيوب. نلقاكم على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.